عشان هو منع التليفون بس. استاذ مرتضى منصور، مستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صباح الخير يا فندم. الساعة كام؟ الساعة كام؟ 12 وربع. اوكي، يبقى صباح الخير. صباح الخير. كل سنة وانت طيب يا فندم. اسألك يا استاذ احمد. كل سنة وانت طيب. علي بركة. كله بركة. استاذ محمد الشرقاوي. محمد رجب، استاذ محمد رجب. محمد انا كنت امبارح فايت، كنت جاي من مكان كده سيادي شوية عشان موضوع التعاقدات والشركة الراية. فقلت اشوف الكشك اللي قدام جامعة عين شمس. موجود. اللي كنت بكلفك بمهام قدامه تمام موجود ولا لا؟ فلقيت الكشك زي ما هو. قلت يبقى الدنيا بخير. فاكر انت طبعا محمد الكشك ده الجميل. طبعا طبعا. ده تاريخ. احمد انا مختلف معاك. في ايه بقى؟ انا لست متهما عشان حد يدافع عني. انا بفضل ربنا اليد العليا. بفضل الله. نعم. انا مستلم نادي 306 مديونية داخلية. 250 مديونية خارجية. نعم. فريق اليد بيصارع على حاجة اسمها الطردية، ينزل ولا ما ينزلش. صحيح. السلة تم تسريحها. كرة القدم خدت كاس في العشر سنين باتنين لعيبة انا جايبهم ومشاهم. وسامة حسن وعمر وعمر زكي. عمرو زكي. تمام. مستلم نادي ما فيهوش دورة مية نظيفة، ما فيش كرسي سليم، انا مستلم خرابة. فمش محتاج حد يدافع. والله يا فندم، والله يا فندم انا ما بدافعش، انا بقول كلمة حق والله يا فندم. ثانية واحدة، خليني من فضلك سيبنا اكمل كلامي وبعدين. اتفضل. العيال دي مالهاش قيمة عندي ولا تهز شعرة زي ما قلت قبل كده. احنا عايزين نتكلم في بكرة. هو جماهير الزمالك اللي انا كنت قاعد في وسطهم دول ال 100,000 مش 80، 100,000 وانا قاعد في وسط ال 100,000. تمام؟ لو انا رئيس نادي خرقة ولا جبان اقعد في وسطهم ازاي؟ ازاي؟ ما انت ممكن تخسر تمام وانت في وسطهم. صح. في ناس كانت بتسيب في ناس بقى في انديه ثانيه بيسيب المقصوره ويمشي، او بيسيب مدرج ويمشي. ايوه. ويقعد يلعب في مناخيره وبوس ايده وشه وضهره ويمشي. فخلينا نتكلم في حاجه حاجه. شوف انا مستلم النادي ايه؟ جهاز مركزي والرقابه الاداريه المحترمين، اهدار مال عام 984 مليون يعني مليار. مفيش كلب هوا ونطق. نطق. نعم. ايه؟ لان اللي عمل ده كله كان هو اللي بيقبضهم لغايه دلوقتي. اللي انا خلصت منه النهارده باللائحه هنتكلم فيها هو والواد المزور ابن العتال. تمام؟ طلعوا النهارده خلاص باللائحه الجديده. نعم. بص يا بيه، لما تستلم نادي وترفع عليك قضيه في مجلس الدوله وقضايا في المركز التسويه وقضايا مش عارف محكمه ايه، دول اللي عاملين نفسهم زملكاويه. تمام؟ ادي واحد. نمره اتنين، يجي ولد اسمه خالد عبد العزيز خلاص يقبض زي ما جاي في التسجيلات ويحرض ان يجي لك لجنه تدير النادي لمده 3 اشهر عشان يستفزك واسرار النادي تطلع بره. يجي ولد اسمه حسن خلاف ولا حسن مخلوف الاهلاوي، يبقى هو المسؤول عن نادي الزمالك وعقد عبد الله السعيد وموضوع احمد فتحي صدره النادي الاهلي. صحيح، كان في الوقت ده فعلا. صح، واخد بالك؟ وتحملنا. ويجي نادي الزمالك الفرقه تقول لي مش لاقيين حائل اتوبيس مش عايزين يدوم اتوبيسات تتنقلوا بيها. وتحملنا. نعم. وتيجي اللجنه الاولمبيه، خلي بالك، تعمل عقوبه على نادي الزمالك، كل الفرق بتاعته، كل الالعاب، كل القطاعات، كل الولاد والبنات يلعبوا بره النادي، وانا عامل ملاعب مش موجوده في التاريخ. نعم. ويمنع رئيس نادي الزمالك يحضر الماتش لمده سنتين عقوبه. ايوه. ويجي الاتحاد الافريقي بتحريض من الولد اللي اتطرد اسمه عمرو مصطفى فهمي. خلاص؟ برضه يديك عقوبه سنه وانت رئيس نادي ما عملتش حاجه. صحيح. ويجي واحد اسمه منصور في اتحاد الدوري الافريقي بتاع اليد بتحريض من حسن مصطفى. تمام؟ يروح واقفك من غير ما تعمل حاجه وانت بطل افريقيا. كل ده انت متحمل. متحمل. وما عندكش فلوس ومتحمل. والشركه رايحه بتيجي تتخلف عن الفلوس ومتحمل. واتحاد كوره وحكام ومسابقات وماتشات. لا لسه. لسه. بيجي جاك جريشه. ومعروف ومش عارف الحنفي. خلاص؟ كل دول بيحاربوا نادي وانت الوحيد اللي واقف. وبعدين يجي الالترس يضرب عليك رصاص حي 14 طلقه. يتعور اربعه معايا. يضرب عليك ميه نار. يجوا عندك في بليتك. يضربوا صواريخ والقنابل بتاعتهم. ومتحمل وخلصت عليهم. كل ده لو جبل هيقع. تمام؟ دلوقتي بقى ايه؟ نادي نهري عالمي مش موجود في اوروبا، مش هذا اللي قلت؟ سفر الاجانب اللي راحوه.
مش موجود لا في ايطاليا ولا في فرنسا ولا في المانيا. يعني المانيا دي عندهم نهر الراين، ما عندهمش نادي نهر على الراين. خلاص اعظم نادي اتعمل في كل دول العالم. انا بيجي لي ناس من امريكا يقول لك اتعمل ايه النادي ده؟ تمام، اتعمل نادي اجتماعي في المقر الرئيسي، كل ناس 16 حمام سباحه، 56 حديقه جديده، حوالي 54 مطعم، الجيم 2 جيم، مسجدين، المكتبه، الجمباز، صالات الكاراتيه، منشآت كلهم بتعملها، ما باخدش مليم من الدوله، واقف على رجلي. فعايز يجيلي وعيل مزاجنجي، ها الاشكال دي الابيضه السكرانه اللي بتبرشم، اديها اهميه. ومع ذلك دوري وخمسه كاس وسوبر ها وسوبر المصري السعودي وكونفدراليه، وصلت النهائي البطوله الافريقيه وبطوله اليد في اليد يد كاس ودوري في اليد والبطوله الافريقيه وسوبر والطايره والسله. هم عندهم دم يا راجل، هم دول العيال الابيضه دي عندها دم، العيال دي عايزه ضرب جزم، دي عيال قابضه ومتكرعه فلوس متكرعه، سواء من خالد شاكر بتاع الاهلي ومع محمد العدل اللي هو الجراح الثاني بقى اللي بيحاربك. انت عندك يا فندم معلومات في الاتجاه ده، انت عندك معلومات في الاتجاه ده يا باشا، خد مني انا واللي بيمولهم الولد بتاع لحم الحمير اللي في امبابه، تمام، اللي اخذ سنه 5 سنين سجن ولغايه دلوقتي بسال هو طلع ازاي. خلاص عندك محمد العدل واسمه المدير النادي بتاعهم بنسى اسمه، مرجان احمد مرجان دون، تمام، وخالد شاكر، خلاص، والمقر الرئيسي بتاعهم في ميدان المساحه، ازاي الكتابه الالكترونيه تقل ادابها. وعندك بقى هنا بقى ابن العتال اللي انتهى النهارده الى الابد، النهارده هنتكلم فيها، هو ممدوح عباس ودفع ملايين، هو الولد اللي اسمه واللي اتطرد من قناه دريم ده اللي اسمه زفت الطين دون، اللي بيعمل فيديوهات في البيت عنده، ازاي الفيديو بتاعه بيطلعه على اليوتيوب الاول؟ ازاي بيقول كلام الولد اللي هو خد عربيه من العتال وطردوه من دريم لما زعل اسمه ايه؟ ام المعاطي دي، اسمها ام المعاطي دي، منين الفلوس دي؟ دي فلوسهم، عمالين دلوقتي بيصرفوا ملايين. لكن في النهايه انت عايز تطفي فرحه جماهيرك، مش هتعمل زي دول، ولا ليهم قيمه ولا ليهم لازمه. صحيح. على بقى في جروس، اقسم بالله العظيم ان جروس لا فضل له في اي بطوله، لا فضل له. احنا خدنا 2 مش كده؟ السوبر المصري السعودي والكونفدراليه. خلي بالك ثانيه واحده، انت 2-1 اخر دقيقه لما جابوا الجون بتاعهم فوت الهلال، لو الماتش امتد 5 دقايق انت بره. خلاص، ايوه، ادي واحد. الكونفدراليه، هو سيادتك في الكونفدراليه لولا كهربا وخبرته وطارق حامد وراحوا للحكم، هو انا جبت جون عادي ولا جبت ضرب الجزاء؟ ضرب الجزاء. وبعدين بعد كده مش بيسموها ضربات الحظ الترجيحيه؟ نعم. يعني ايه ايمن حفني يقول لي ايمن حفني ومدبولي وعنتر طول انا موجود مش هتشم الكوره؟ ايه الغل ده؟ انا جايب راجل مجنون. ازاي بعد كل ماتش يا بيه يطلع من الماتش يركب المرسيدس بتاعه الفندق يروح يسكر ولا يقول للعيبه انت غلطت فيه ولا عملت ايه؟ ازاي لما يكون في واحد مساعد ليه بيحاول ان هو يساعده ويقول له يقول له امير ده ولا ايمن اقعد يروح قعده؟ طب قول انت، قول انت للناس اللي بيبكوا على جروس، قولوا لي بس ميزه واحده، ان انا اتغلبت من النجوم اللي نزل، ان انا تعادلت مع بتروجيت اللي المفروض هينزل، ما تقولوا لي. ها الانتاج مش انا اللي احيته كان نازل اللي تعادلت معاه؟ انا اتغلب من بيراميدز، انت كنت كسبان الدور الاولاني ولعيالك رجاله، الماتش الثاني الاربعه نزل لك المدرب بتاعهم اربعه خط النص، اقوى اربعه بيلعبوا مدافعين ديفندرات، عبد الله السعيد ودونجا وايريك تراوري ومحمد فاروق تنزل له واحد بس ليه؟ خلاص. قبل الماتش بتاع نجم الساحلي طرد الواد من المعسكر، طرده من المعسكر من غير ما يعمل له حاجه، بالرغم ان كهربا كان بيعمل حاجات منيله ب60 نيله وكان بيلعبه، لكن قال لك ده بص لي من فوق لتحت، جبت الواد وبس وزفت الطين على دماغه. بقى جروس دلوقتي حلو، يكفي جروس اللي هلكوا كلكم لما الزمالك مش مرتضى عايز يعمل له تكريم، ها راح لعب كوره ورحمه امي يا جروس، ما هتاخد فلوسك الا بعد سنتين. وانا عملت لك محضر اثبات حاله، المحضر ان انا جبت وكيلك وعملت لك فيديو، الوكيل بتاعك اللي هو بيشتغل معاك مش معايا انا،
وقال لك رحت له عشان يجي ياخد فلوسه والراجل يتكرم ما رضيش يجي. انت بتهين الزمالك؟ انت ولا حاجه. انت راجل سكران 24 ساعه. انت راجل واخد بطوله دوري في لعبه في مناخير. ومش بقول الكلام ده دلوقتي. الناس اللي عندك دول لما محمد رجب بيقول لك اقول احط ايدي على مناخيري، يعني انا بقيت اروح عند مناخيري منه. ايوه تمام. لا وبعدين موضوع فرجاني ده يا فندم، بشكره تركي الشيخ. هو اللي بيدفع الفلوس دي، اقسم بالله ما اديله 5 جنيه. خمسة جنيه. وانت يا فندم اثرت ان فرجاني يبقى موجود، هو ما كانش عايزه. مصطفى فتحي كنت عايزه يلعب، ما كانش عايزه يلعب. احمد جلال قاعد جنب اهو. انا جبته كان قاعد اسماعيل يوسف وامير وقاعدين. يا عم من فضلك، الراجل دفع 4 مليون يورو تركي الشيخ لنادي النصر عشان يجيبه لنا. امشيه ازاي يا باشا؟ من فضلك الكلام اللي بتعمله ده غلط. تمام. لا مش عايزه، لا مش عايزه. حمد النقاش ده بيلعب، وكان بيلعب احتياطي. ايوه صحيح. مصطفى فتحي قعد حوالي 14 ماتش ما لمسش كوره. صحيح. ولما نزل كسر الدنيا قال له اقعد. ده راجل مجنون. واللي بيدافع عنه مرتشي. العيال اللي بتدافع عن جروس عيال مرتشيه. واحد يقول لي ايه؟ انا بقول تلاتة، قلت يا جماعه البركه في ربنا سبحانه وتعالى، رقم واحد توفيق ربنا. والجمهور واللعيبه. نعم. يقول لك ايه؟ طز في الجمهور. هو الجمهور اللي كان موجود مش عارف في ماتش ايه وايه؟ طز في الجمهور. لا طز فيه. جمهور مين ده؟ جمهور ده فوق دماغنا احنا. الجمهور ده اللي واقف في استاد البيج ايش. ها؟ كانوا 100,000 مش 80,000. اه والله. كانوا شايل 4. ملحمة والله يا فندم. هو الجمهور ده. ملحمة. اللي خلى العيال تعمل ملحمة. والتاني عمال يلعب في كرم مناخيره. مقرف. الواد يقول لي ايه؟ كاتبين بقى سيطرز في الجمهور. هو بلادو جروس بقى حلو. اللي كان بيقولوا له ايه؟ انت سايب جروس ليه؟ ما تمشي جروس. يا عيال قبضه من العتال وعباس. والطرف الثاني خالد شاكر اللي عمته شاديه، تربيه شاديه المحترمه طبعا فوق دماغنا، اللي مش عايز يلم نفسه ده قطاع ثاني بقى عمال يشتغل. وابن الجرحي. قلت لك يا جمال يا جرحي لم ابنك محمد، لمه. الضماطي لم ابنه عشان محترم، لم ابنك عشان عندي كتير عنك. انا بقول لك اوعى تقول لي انك مش اخواني، اوعى تقول لي. خلي بالك. فدي كتاب هنا شغاله عايز اسوق على النادي. وبعدين ما انت رضا عبد العالي استضافته، ما قالش الكلام ده قبل كده من اسبوع، وانا بقيت اقول له رضا عشان خاطر عايزين نزق في الراجل ده. وبقيت اقول لكم انتوا كمان زقوا فيه. صحيح. دعموه. انا قرفان منه. لا يا فندم ده مع كامل احترام، معلش يا فندم انا اسف انا بقاطعك، بس انا يعني عايز اقول لك ان احنا طول السنه والله واحنا مش قادرين نتكلم، لان في تلاحم مباريات واحنا فعلا مش قادرين، بس ده وقفنا جنبه طول السنه فنيا واعلاميا. عمالين اقول لك وزقوا فيه، اسندوه. معلش. انا مش طايقه. صحيح. محمود معروف جاي انا المكتب بيتخانق معايا. قال لي الراجل ده هيضيع، ده هيضيع الدنيا. أيوه. لما افقد بطوله عربيه جوازها 120 مليون جنيه على الاقل من اتحاد اسكندريه. لا ده ماتش الاتحاد ده كارثه يا فندم. حلمي طلع يقول له روح. ماتش الاتحاد ده كارثه يا فندم، ماتش العوده ده كارثه. اتفرج واقول له يا ابني الحلال. القايمه كانت 25، انا اللي عملت مع اتحاد الكوره خليتها 30. القايمه مش 14. أيوه. يخرب بيتك في 16 واحد، في اهدار مال عام. اللي في دماغه في دماغه. يا عم اللائحه بتقول انك تغير ثلاثه. يخرب بيتك بغير ثلاثه، ما بيغيرش. يا ريت ده بينسى يغير. طب افكرك افكرك بحاجه. ثانيه واحده. لو هو مثلا عمل تغيير دي هتعدي وانا كسبان واحد. انما انا كنت انا مجلس دار قاعد قدام دلوقتي كان بيعمل ايه؟ اقول لهم ده واحد خاطف طياره يا جماعه واحنا مخطوفين معاه، والفريق مخطوف معاه والجمهور مخطوف معاه. تمام. الراجل ده معاه قنبله مش عارفين هيفجرها امتى. تمام. والله ما انت قلت لنا احنا الكلام فعلا. انسان مش طبيعي، غير سوي. انسان غير سوي. افكرك بماتش سمنود، فاكر ماتش سمنود بتاع الكاس؟ مين سمنود نزل بنفس التشكيل، يعني ده ماتش المفروض ان هو في المتناول، والزمالك يوميا لو تفتكر كسب 1-0 بالعافيه ابراهيم حسن. ماتش تشاد يا فندم لعب برضه بنفس التشكيل الاساسي، وكانت عنده فرصه ذهبيه انه يشتك الاخرين، وكسبان في مصر 7 والزمالك خسر 2. طب ما تنزل الناس اللي انت ما بتلعبهاش، انت كسبان 7. ماشي مش طايق، هو مش طايق. بعدين محمود طارق حامد ده مش البطل اللي بيلعب كل متوشه؟ مش طايقه الواد، مش قادر، مش طايقه. ما بيلعب وقال لك انا سياده الرئيس مش قادر. انا بشر، ده انسان مجنون، ده زي ما محمود معروف ده كان جاي عايز ده. يا باشا انا كل ماتش يطلع اقول ايه؟ الحمد لله كسبنا غصب عن جروس. اساله المجلس قدامه والله بعد الماتش اقول لهم ايه؟ كسبنا غصب عن جروس. نكسب غصب عنه، مش عايز ده. انا ادم مجنون، مجنون. وخلاص ودبسنا فيه، ومنه الله اللي دبسنا فيه، وخلاص واستريحنا منه الحمد لله. نشجع بقى خالد جلال ونقف ورا خالد جلال. ما خالد ده اللي جاب الكتاب الالكترونيه شغاله. ربنا يوفق العيال بكره ان شاء الله. ودي مطوشه، هتكسب وهتخسر وهتتعادل وتاخد بطوله وتخسر بطوله وتاخد بطوله، وان شاء الله الدوري للزمالك ان شاء الله يا احمد. نعم. انا بس عايز اقول لك في النهايه. انت بتتكلم عن بيان الاهلي.
بيان الاهلي الاولاني والثاني. خلاص محمود الخطيب عيل، هتعمل له ايه؟ هو كان مستني ماتش الانتاج، وجروس اداله هديه، اداله حته الشوكولاته اللي هديته. هو قال لك انا مش هلعب واعمل بيان ناري وخمس نقاط، نمره واحد، انا مش في الدوري. انت فينك يا بيبو؟ ده طلع بيبو بتاع اللحمه بتاع شبرا، واخد بالك، ليه كلمه عنك. خلاص؟ ولا انت وانت الاول قبل ماتش الاسماعيلي كنت عامل عنطر. لما انت اتعادلت قلت لا يا مامي مش هكمل. قبل ماتش الانتاج قلت برضو عامل يا مامي. بعد الانتاج قلت لا انا اسد. لا يا باشا، الاهلاويه المحترمين مش طايقينك اصلا دلوقتي، لانك احرجتهم. انت دلوقتي بتعمل رد فعل النادي الزمالك. الزمالك الفعل وانت رد الفعل. انت اللي ماشي ورانا، انت تاني اللي ماشي ورانا. مش كل شويه انا ماشي يا مامي، لا انا تعالي خد مشيني من هنا، لا وديني هنا. تمام؟ فما تشغلش بالك بيه، خلاص هو اتحرق قدام الاهلاويه. جمهور الاهلي جمهور عظيم، جمهور واعي، جمهور فاهم. لم يحدث أو يا راجل، ده هشام سليم ابن المحترم المرحوم صالح سليم قال لك يا خساره يا اهلي اللي ابويا عمله في سنين، ضيعوا الخطيب واللي معاه في اسبوعين. نعم، انا صالح سليم، انا ترحمت على ايام الكابتن صالح سليم والله يا فندم. يعني نرجع بقى لاخر حاجه. كل الشكر والتقدير للدكتور اشرف صبحي رقم واحد. نعم. وكل الاجهزه السياديه في البلد من غير ما اسميها. نعم. وكل الشكر للجنه الاولمبيه. اختلفنا معاه كتير يا احمد. ايوه. ودخلنا في خناقات كتير. طبعا. ومش عايز اذكر قضاء مصر العظيم طبعا. طبعا. لكن في النهايه قضاء مصر العظيم انصف نادي الزمالك مش مرتضى منصور. نعم. الجميع احنا المحاكم المحكمه وما طبعا كل الشكر والتقدير للدكتور علي عبد العال مجلس النواب طبعا اللي بداوا المعركه قانونيه، عملوا موقف تاريخي يا فندم. طبعا طبعا يا استاذ، انا بقالي من 2017 شهر 11 2017 لم نتهنى الا بقضايا عمال يعملها الواد ده والواد ده العيال دي كلها، المزورين دول. ايوه. والواد اللي خرب النادي وسايبينه بقى، سرق اراضي الباقي مصر كلها وسايبينه، مش مشكله كل ده. انما في خبر كويس ان ممدوح عباس اتحول للكسب غير المشروع، تمام، بنيابه اموال عامه. ده خبر محترم جدا. في دوله اتحول للكسب غير المشروع يا باشا، اتحول خلاص الحمد لله، وراح الكسب غير المشروع بنيابه الاموال العامه، وشكلوا لجنه علشان الجرائم اللي ارتكبها. ده خبر بالتاكيد. ادي واحد. نمره اتنين، اللائحه اعتمدت واتنشرت النهارده في جريده رسميه. نعم. زي ما انا عملتها بالملي. ما تشالش حرف. تمام. بقول لكل الابهات والامهات اللي انا وعدتهم، تاني، كل الابهات والامهات اللي انا وعدتهم، لكل الاخوات المطلقات والارامل اللي قاعدين مع ابوهم او مع اخوهم. نعم. بقى من حقك تعمل عضويه في نادي الزمالك بسعر مخفض زي ما قلت قبل كده، دي اللائحه الانسانيه. مش ممكن يبقى الاب والام قاعدين في البيت خدامين للاسف، وابنه او بنته في النادي واولادهم بيستمتعوا. نعم. لا، دول اللي عملوا دول. ايوه. الاب والام دول. طبعا. انا محمد رجا كان عارف، كنت ببوس ايد ابويا وامي. طبعا. كنت رئيس نيابه كبير كده، ابوس ايد ابويا وامي. نعم. محمد رجا عارف. نعم. تمام. وبفخر ان انا من بشلوش، مركز متغامر، محافظة الدقالية، فلاح ابن فلاح ابن فلاح ابن فلاح، وسام على صدري. طبعا شرف. ان انا اتربيت في حواري شبرا وريد الفارق. نعم. حارة سيدهم، متفرع من شارع امير شيخو، متفرع من شارع سعيد ابن الدولة، متفرع من شارع ابن رشيد، من شارع مصر. انا سعيد بده. الحمد لله محمد رجب عاش معايا كل الرحلة دي. طبعا. لبنى. طبعا. وكان طبعا بيذاكر معايا، وكنا مع بعض من سنة 70 لغاية دلوقتي. الحمد لله. ايوه. بفخر ان انا دي الاسره اللي اتربيت فيها. شارع سيد وشارع حسني. بقول للبعض وانا رئيس محكمه وانا رئيس نيابه اركب مش المرسيدس، اركب الطياره، انما انا كنت بركب الاتوبيس لاني كنت قاضي شريف زي كل اوضات مصر. نعم. اللي بيقول لك ده انت كان عندك عربيه بيجو، ها؟ لا، انا كنت قاضي بركب اتوبيس. قول تاني. الاتوبيس. وكان فخر لي اركب الاتوبيس وانا مسكت بقى ايه الدق والعجوزه وبلاء الدكرور واسماعيليه واسكندريه وكفر الشيخ والفيوم واسيوط وسوهاج وشرق القاهره وشمال القاهره وجنوب القاهره، كل ده اشتغلت فيه. تمام. بس اشتغلت بشرف وطلعت بشرف. نعم. انا بقول دلوقتي عشان اللي بيقول لك اصله كان ايه وراكب ايه، لا، انا بقول وسام على صدري ان انا تربيت حواري رود الفرج وشبرا. وابويا علمني حاجه واحده، الشبع مش اكل،
شبع قناعة باللي انت فيه. صحيح. قناعة باللي انت فيه. صحيح. اوعى تبص الحاجة في ايد غيرك. الرضا بالمقسوم عبادة يا فندم. عشان الاخ فاروق جعفر اللي قال لك ايه ده كان عنده مش عارف عربية بيجو بيجو مين يا ابني مش عبط في اسم محمد رجب كنا بنركب المترو وبننزل في المحطة بتاعت مرداش قبل جامعة عين شمس وكنت بتزوغ من الكمسارة يا فندم كنت بزوغ اسأله محمد رجب كان بيركب من الشرابية انا بكلمك بجد انا ما عنديش مشكلة وكركب اتوبيس 21 و82 واركب المترو وننزل قبل ابو محطة وعشنا حياتنا صحيح بس ما مدتش ايدي وانا قاضي ولا وكيل نيابة وانا عيده في البرلمان من سنه 2000 ولا رئيس نادي الزمالك وسام على صدري ان ابويا وامي الله يرحمهم ربونا كده ومحمد رجب كان بيجي يشوف ابويا وامي بتعامل معاهم ازاي تمام ايوه كان بره ايه موضوع ايه بقى يا فندم كنت انت بتقول ان في موضوع اللي هو بخصوص العتال هان العتال اكمل بس الكلام خلاص يبقى اذا رقم واحد ان خلاص الست المطلقه الست الارمله اللي قاعدين مع اخواتهم بقى ليهم عضويه ما تقعدش قدامها في البيت ومرات الراجل واولاده هنا في النادي ادي واحد اثنين لاول مره فضل الاستاذ ادويات الاستثنائيه كل شويه عرفنا ادويه استثنائيه الصحفيين القضاه لمجلس الاداره مسح العضويات العامله حدش عمل الكلام ده لاسر شهداء مصر الابطال نعم رجال الشرطه والجيش بلا يا الاخ بس بتاع المحور يدينا بس فتره يعني 10 دقائق زياده وانا بدفع الحساب بتاعهم تمام خلاص اصل هم فعلا عمالين يقولوا لي ايه الوقت ربع طب هو يا دام كلمك يبقى ربع ساعه يا دام كلمته يبقى ربع ساعه لو كلمت ثاني هاخد ربع ساعه لا 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 خلاص خلينا في الربع ساعه دي مجلس الاداره منح العضويات العامله لاسر شهداء مصر الابطال ده النادي الوطنيه والكرامه من رجال الشرطة والجيش بلا مقابل تكريما لهم وعرفانا بجميلهم على شعب مصر العظيم ويعفو ايضا العفو ايضا من سداد قيمة الاشتراك السنوي طوال مدة ادويتهم نعم يبقى اذا بتكرم الشهداء بجد صارهم وللمجلس منح عضوات ثنائية في حالات يقررها المجلس لبعض فئات المجتمع اللي هي العضوات كانت عاملة لنا مشاكل نعم قوات الشرطة والجيش والصحفيين ورجال القضاء تمام جهاز مركزي مدير الشباب حدش يتكلم معايا تاني بقى خلاص اللائحه اتنشرت في جريده رسميه ودي اللائحه اللي وافقت عليها الجمعيه العموميه نعم تيجي بقى طبعا طبعا بالنسبه للمزور هو زور وابوه زور تاني صدر حكم من محكمه الجنايات بمصادره ادويه ولد اسمه مجدي خليل بدوي اللي هو بيسموه العتال ليه لانه زور ادويته خلاص من محكمة الجنايات في 2002 وصدرت العضوية عايز اعرف هو دخل ازاي ادي واحد وبعد كده راح مزور تاني مقدم شهادة انه معاه بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس نعم جامعة عين شمس ردت على النائب العام قالت له الشهادة دي مزورة ما عندناش حد بالاسم ده اتخرج في تاريخ الكلية كلية التجارة تمام فجابوه في النيابة يسألوه متهم قال لهم لا انا سواق مش عيب انك تبقى سواق بس عيب انك تبقى مجرم ومزور. عيب انك تبقى مجرم ومزور. نعم. اللي عامل قرف لنا الدنيا وعمال يدفع ال تي سي قبل ما تقفل ويدفع هنا ويدفع هنا. تعالى خد ابنه بقى اللي بيقول لك انا نائب رئيس النادي. اللائحه بتقول ما عنديش الا نائب واحد، ده رقم واحد. نعم. نمره اتنين. الولد مقدم حاجتين، اولا ادويته منفصله عن الادويه المزوره. خلاص؟ نعم. وعامل حاجتين. مقدم في ورقه ان هو بكالوريوس تجاره جامعه 6 اكتوبر 6 اكتوبر ومقدم في البطاقه بتاعته انه علوم اقتصاد وعلوم سياسيه من المعادي اصدق ام جامعه مين فيهم خلاص قول لي اصدق مين فيهم يا مزور ثم يصدر حكم من محكمه الجنايات تاني ضد ابوه بالسجن سنه وقضى سنه سجنه ده علاقته باحمد سليمان لما كان بيخدم عليه في السجن ما في السجون 2014 تمام ده خد سنه سجن لانه زور اسهم لصالح الواد ابنه دون خلاص بتاع الجمال الجرح لايحه بقت واضحه اللي يعمل كده تلغى عدوته فورا ما عادش عندي عضو بالاسم ده نهائي خلاص نفس اللايحه رئيس النادي الحالي او السابق ما عادش عندي حصانه الحالي رقم واحد يعني يا فندم معلش عشان بس نقول بقى ده في منشط بناء على لائحه نادي الزمالك اللي انتوا عدتوهم ديت ونشرت في الجريده الرسميه تم شطب عضوية هاني العتال بص يا استاذ خليك معايا بقى النص واضح اتفضل
عشان ايه؟ ما اسمعش صوت حد تاني. شروط العضويه 1 2 3 كلها مش مشكله. الا يكون محروم باش حقوق مدنيه، لم تصدر ضده اي احكام نهائيه. نعم. عقوبه جنايه. ولم تصدر ضده عقوبه في جنحه وجريمه مخله بالشرف او الامانه. والا يكون قد تم سجنه بسبب هذه الجرائم، حتى لو حصل على براءه من ذلك بسبب التصالح والتنازل. نعم. يعني سيادتك زورت حاجه ضد انا، وبعدين جيت في المحكمه انا بقى اللي اتزور ضدي، اقول لك يا عم انا متنازل، فاخدت براءه بناء على ايه؟ التنازل. نعم. مالكش عضويه عندي يا باشا. اتفضل. لان الجريمه خلاص وقعت. نعم. خلاص؟ نعم. تمام. وهذا ثانيه، وهذا شرط جوهري، اكتساب العضويه واستمرارها. خلاص؟ وهذا الشرط يظل ملصق العضو استمرار عضويته. وعلى مجلس الاداره الغاء اي عضويه تم الحصول عليها عن طريق التزوير المادي او المعنوي. نعم. في محرر رسمي او عرفي. أي. ايا كانت وسيله التزوير او استخدم من استحصل على عضويه محررات مزوره شهاده الولد مقدمها هو ابوه. خلاص؟ وتلغى بالتبعيه جميع العضويات التابعه والمنفصله عن العضويه الاصليه المزوره. نعم. يعني انت يا استاذ احمد لو عندك مزوره وابنك بقى معهوش عضويه مزوره. مش زي حالتنا، لا ابنك مش مزور كمان. تمام؟ العضويه بتاعت ابنك دي منفصل عن مين؟ عنك. نعم. يروح معاك. خلاص ما عادش عندنا العيال المزوره دي، طهرنا النادي. نعم. الجزء الثاني بتاع ممدوح عباس كان في حاجه كده قديمه يقول لك ايه، لا يجوز انك انت تعاقب رئيس نادي سابق او حالي. ايوه. قاعد غيره. بص يا باشا كلام واضح، هو مين رئيس النادي دلوقتي؟ حضرتك. اذا ارتكب احد الاعضاء ثم توقعت شكل من سلم صحبه النادي او اعضائه، خلاص؟ حتى لو كان رئيسا للنادي الحالي. نعم. يتم تحقيق معاه ياخد عقوبه، ايه يعني؟ هو انا عندي حصانه؟ ايه الحصانه اللي عندي؟ وانا مش عضو في النادي في النهايه؟ عضو في النادي. يعني اقعد انا ادي شلاليت لمخلوق ربنا واقعد اكسر في النادي، تمام؟ انتهت خلاص القصه بتاعتهم، انتهت النهارده واتنشرت يا بابا في الجريده الرسميه. نعم. بشكر هشام حطب خلاص، لان الراجل مشكلتي معاه كانت دي، تمام؟ انا ما كانش عندي مشكله شخصيه. لا ده يا فندم ثانيه واحده بس يا فندم، اصل دي جمله مش هينفع انا اعديها، معلش. لان انا معاك اصلا من الصبح او من شهر 9 في القصه دي. حضرتك بتشكر رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه هشام حطب؟ اه طبعا، لانه الجواب طالع باسمه. اتفضل اقرا لك الجواب. بص يا بيه، احنا ناس بنفهم في الاصول. ايوه. بنفهم في الاصول. انا ما عنديش مشكله شخصيه مع حد. انا عندي مشكله مع نادي الزمالك. حضرتك مع نادي الزمالك حضرتك فوق دماغي. لما يطلع جواب كده معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. تحيه طيبه، يسعدني ان اهدي سيادتكم اطيب تحيات مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه واتحاد الشخصيه. اتشرف ان ارسل سيادتكم رفق هذا الخطاب قرار اللجنه الاولمبيه رقم 11 لسنه 2019 بالموافقه على نشر لائحه النظام الاساسي لنادي الزمالك في الالعاب الرياضيه. يرجى التفضل سيادتكم بإزالة توجيهاتكم الكريمه بنشر القرار واللائحه المرفقه بالوقائع المصريه طبقا للقانون ومع تعهد النادي بتحمل تكاليف النشر. نعم. ذاكرين سيادتكم حسن تعاونكم ودعمكم الكريم. 1/6/2019 هشام حطر. اشكره. ما عنديش مشكله. حاجه هايله. اشكره. هو حاجه هايله. الخناقه بيني وبينه شخصيه. الجواب اللي كان فيه شتيمه ليا انا مسامح. 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 انما حق الزمالك ما سامحش فيه. أيوة. وحق الزمالك رجع النهارده، لان مش حق انا، ده حق الجمعيه. أيوة. العموميه اللي عملت اللائحه دي و20,000 اعتمدوها. وخد بقى المفاجات لكل انديه مصر. جمعيتك العموميه يا باشا وانتخاباتك ما بتوداش لوزير ولا غفير ولا جهه اداريه، نافذه من تلقاء نفسها بحكم المحكمه. خلي بالك. ايوه. ده اللي احنا عملناه. اه. المحكمه الاداريه العليا برئاسه المستشار المحترم احمد بن عزم. تمام؟ تاني، جمعيتك العموميه لجميع الانديه نافذه لوحدها من غير ما تتعرض لوزير شباب ولا مديريه شباب ولا لجنه اولمبيه. ولا اي جهه اداريه. ولا الهوى. اه. هو ده بقى ايه؟ انك انت بتضخم دور الجمعيات العمومية. صحيح صحيح. خلاص؟ صحيح. عندنا يا جماعة اللائحة الجديدة عندنا نائب واحد، وعندنا زودنا في العضوية بقينا 7 أعضاء. في انتخابات يا فندم على الانتخابات طبعا عندنا أمين صندوق. اه. وعندنا مكان فاضي بتاع عبد الله جورج. اه. واخد بالك؟ يبقى وعندنا هيبقى فاضل الانتخابات على 3. امتى يا فندم من المتوقع ان شاء الله بعد العيد هنعمل مؤتمر صحفي. ونفتح باب الترشح. وتعال والله الناس دي اللي احنا عايزين نتعامل معاهم. حضرتك عايز غيرهم زي ما عملت قبل كده واتضربت الانتخابات وجبت لي الولد دون واتحط في اخر ثانيه، حطوه في الكشف في اخر ثانيه. خلاص احنا كلنا ماشيين، وسيب اللي انت هتجيبه، لكن ده خلاص ما عادش ليه عضويه عندي. عارف ليه بقى؟
اللائحه بتقول ايه؟ طب انت افرض زورت عضويتك مش لازم بقى الواد المزاول، احنا بنتكلم بصفه عامه. ايوه انت دلوقتي ايه المفروض جبت جواب تامين، امنت جواب انك متامن عليك. نعم. عشان تاخد بالسعر المخفض. ايوه. وبعد ما عملت لك رؤيه لقيت جواب التامين. بقيت مزور ولا مش مزور؟ كده انا زورت؟ زورت. اه. تمام؟ الحالات اللي قلت عليها التزوير واللي عليها احكام والكلام ده كله لا يجوز لمن الغيت عضويته بالاسباب اللي انا قلتها لك قبل كده ان يكون ليه عضويه جديده. واحد يجي يقول لي طب انا يا استاذ مرتضى انا فعلا زورت وجبت ورقه تامين مضروبه، عايز اعمل عضويه بقى بالسليم وادفع اللائحه دي خلاص. ليه؟ لانك فقدت شرط مهم، سمعه. انت داخل من اول يوم في النادي عايز تزور وتضحك على النادي. ايوه. بشكر وزير الشباب والرياضه، بشكر الاجهزه السياديه اللي قالت لي ما تجيبش اسمنا وفعلا عملوا دور كبير جدا جدا جدا. بشكر المستشار محمد دياب، بشكر المستشار الدكتور احمد الشيخ، واخد بالك؟ كل من وافق في اللجنه الاولمبيه فيما عدا واحد، الوحيد اللي ما وافقش بشكرهم جميعا، بقول لهم متشكرين. هتقدم مني خطوه هتلاقي نادي الزمالك جاي. انا 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 سعيد جدا يا فندم بامانه شديده جدا بالخبر دوت، خبر قتلك صدري جدا واحنا في ايام مفترقه، وانت قلت كلمه جميله، انت لست في خصومه شخصيه، انت كل حربك من اجل مصلحه نادي الزمالك والعلاقه الحمد لله الحمد لله الحمد لله انها عادت كما كانت بين سيادتك وبين رئيس اللجنه الاولمبيه. خطوه ليا. نعم. اجري لك 10 خطوات. هل نتوقع زياره او لقاء يجمع سيادتك مع هشام حطب؟ هو المفروض المستشار محمد المرداش بيرتب للزياره. نعم. عشان يجوا النادي يباركوا للنادي، وهم عملوا بيان على فكره يباركوا زي ما طبعا فخامه الرئيس المحترم بيقول له الحمد لله على السلامه، ثلاث مؤتمرات صعبين، مؤتمر اسلامي. ايوه. مؤتمر القمه العربيه، طبعا المؤتمر الخليجي كان سابقهم، الحمد لله على السلامه ومبروك العمره وليك الف شكر وتقدير، الف شكر وتقدير انك انت النادي الوحيد اللي حضرتك عملت له بيان على صفحتك، لانك زي ما قلت اسعدت الجماهير. وده بان يا احمد في حاجه واحده. ايوه. في تونس كان نهائي ابطال افريقيا الاقوى. في مصر كانت الكونفدراليه. شيء مشرف العالم كله اتكلم عنه. كل اتكلم عنه. طبعا. ان كان في حاجه حضاريه محترمه، ده جمهور الزمالك المحترم، سيبك من مزاجنجي وشكله الافران العيال المجرمه دي اللي بتقبض، تمام؟ الوقت اللي حصلت مذبحه في تونس وخناقه لغايه دلوقتي بين المغرب وتونس، واخد بالك، بسبب الماتش اللي هناك في المغرب والماتش اللي اتعمل في تونس. انا بشكر سياده الرئيس وفي مجموعه طبعا من اللعيبه ان شاء الله باذن الله هيحضروا مع اسر الشهداء وابناء الشهداء من نادي الزمالك واعتقد من انديه ثانيه. تحياتي وبقول لك يا سياده الرئيس البلد كلها واقفه وراك، وكل يوم بتعمل مشروع. انا مش بتاني بقول لك مش عايز منك حاجه، كل يوم بتعمل مشروع. انا قعدت اقول ايه، حتى انت بتفكر يا احمد وانتوا واقفين معايا ورجب بيبقى واقف، اقول لهم ايه، هو سياده الرئيس قال المشروع ده يخلص في قد ايه؟ كان بيقول لي كام الوزير ايه مثلا؟ سنه، يقول له سنه مثلا. انا اقول له ايه؟ لا اعملوا لي في شهر. خلاص ده رئيس السيسي، اقول له طب ما انا باخد منه. ايوه. ورجب بيبقى واقف وعلي بركه بيقول لكم واقفين. أيوه. انا بقول لك يا فندم ربنا يوفقك ويوفق بلدنا. والقادم باذن الله البلد ان شاء الله هيبقى ايام سعيده. ان شاء الله بلدي وشرطه بلدي وقضاء بلدي اللي واقفين على رجليهم. الضربه اللي انتوا عملتوها بالمخابرات العامه المصريه واللي هو عباس كامل ورجالته، ان تجيبوا مجرم زي الواد هشام دون هنا مصر هنا عشان يتحاكم وياخد عقوبته. أيوه. اللي قتل النائب العام المحترم 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 المتواضع العادل، قول من هنا 100 سنه، تمام؟ نعم. ادي واحد. اثنين، انا بقول لسياده النائب العام المحترم برضو اللي موجود دلوقتي، حاضر لك فاضل لك شهرين، لك كل الاحترام والتقدير لانك كنت في يوم من الايام نائب عام مصر، مفيش بينه وبين سيادتك خصومه شخصيه، تمام؟ انما كتر الطلبات رفع حصانه اللي كانت مزعلاني شويه، لكن في النهايه المجلس كان ليه رؤيه معينه. انا بشكر سيادتك وبشكر كل معاونيك رجال القضاء، كان ليهم دور محترم جدا في الفتره الايام الاخوان بصراحه. ولو في ثوره حقيقيه في 30 يونيو بدأ المستشار احمد الزند وقضاه مصر العظام اللي نزلوا وقضاه مجلس الدوله والمحكمه الدستوريه العليا وقضايا الدوله والنيابه الاداريه، القضاء دايما في طليعه الثوره المصريه. تمام. ان شاء الله باذن الله يبقى عيد سعيد على كل المصريين. عايز اسالك يا فندم على حاجه برضو، حاجه جماهيريه، لان برضو انت عارف بقى ده موسم الاشاعات، حضرتك عارف طبعا، ونادي الزمالك دائما ابدا لا يسلم من النفوس المريضه. وهكلمك بصراحه، اشاعات طالعه برضو باخبار مضروبه ان هناك قد تكون هناك مفاوضات مع نادي بيراميدز لبيع اكتر من نجم من نجوم الفريق، وحددوا بعض الاسماء في علاقه ما بين بيراميدز وصفقات تبادليه، واسماء زي طارق حامد وكهرباء، واسماء كبيره جدا فيما يخص تفاوض مع نادي بيراميدز. رد سيادتك. لا هي الكدابه. وهي الواطيه. وهي السفله. وما عندهمش شغل الا نادي الزمالك. وان شاء الله نادي الزمالك هياخد الدوري غصب عنهم والكاس باذن الله بامر الله،
والسوبر الافريقي والسوبر المصري، وخليهم هم يهروا من مرتضى منصور ونادي الزمالك. عارف الهري؟ اه ده هري يعني. هري. اه عارف في كده بيجي حاله هري كده. آه. تمام، هم في حاله هري. حد اتكلم عن طارق حامد ولا الاسماء دي كلها؟ تمام، وانا مش صاحب النادي عشان افرط في لعيبه رجاله، ما انا كنت فرطت في طارق حامد السنه اللي فاتت. اه طب محمود عبد العزيز السيد تركي الشيخ رفع سعره 10 مليون يورو، وحسام البدري موجود كان قاعد، واحمد حسن، وقلت له لا. اه لا، وعبد الله جمعه. العلاقه بيني وبين تركي علاقه صداقه، ولما بنشتغل على مستوى العمل في مصالح متبادله، مش بيني وبينه، بينه وبين النادي. نعم. هو خد مني لعيبه وانا اديت له لعيبه. انا اديت له لعيبه، وراجل جاب لي فرجاني، وجاب لي نقاز، وجاب لي الراجل المجنون دون، وحياه المصحف تركي الشيخ من اول يوم كان ليه راي في الراجل، مش عايز اقوله دلوقتي خلاص يعني. يا والله يرحمه بقى، الله يرحمه بقى اللي سابنا. لا تفريط في نجوم الفريق الكبار. نعم، لا تفريط في نجوم الفريق الكبار. فاضل بقول لك ايه، هو انا السيد مش كنت ممكن ابيعه؟ هو كاسانكو مش ممكن ابيعه؟ مش معروف ابيعه؟ مش دونجا ده ابيعه؟ مش محمد فاروق ابيعه؟ فاروق ده مش ابيعه؟ مش مين؟ اسلام جمال، فرجاني السويدا، الواد، كل دول مش ولا واحد فيهم بيعته، ولا واحد. صحيح، كله عارة. ليه؟ لان دول رجاله وجابوا لي بطولات. وباسم مرسي، حتى باسم مرسي، وباسم مرسي وحسام باولو وشيكابالا. صحيح، واحمد جلال بيقول لي رزاق السيسي، ورزاق السيسي. ان شاء الله نبارك للاتحاد الاسكندريه بكره ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله الاتحاد سيد البلد. انت عارف انا ساكن في اسكندريه من سنه 68. اه طبعا، خلاص ربنا يبارك لهم ان شاء الله. يا رب يا رب. وقول لاهلي في متغمر ان شاء الله، ويكرم خالد جلال بكره ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله ربنا يوفقه، عشان نسافر متغمر ونروح نصلي هناك باذن الله العيد باذن الله، وسط اهلنا اللي انا فرحان بيهم. بشالون، خلي بالك التجار يا فندم هناك، خلي بالك انت من 100 غمر وانا زفته، احنا جيران بينا كوبري. وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. سلام. طيب يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. سياده المستشار مرتضى منصور في مداخله في منتهى الاهميه.